الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كان بيتابع أمس مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة ومعدلات الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد. المشروع ده بكل تأكيد هيكون له تأثير كبير جدا في تحسين حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة. خلينا في تفاصيل أكتر عن آخر مستجدات تطوير وتوسعة قناة السويس من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس معنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيكم يا فندم. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو حضرتك يا فندم تطمنا وطمن الساده المشاهدين عن اخر تطورات مشروع تطوير وتوسعه القطاع الجنوبي. والله نطمنكم الحمد لله المشروع ماشي بخطى ثابته ان شاء الله نخلص في ميعادنا السنه الجايه في شهر 7 باذن الله. احنا مشروع 24 شهر. احنا المشروع منقسم الى قسمين، ازدواج في منطقه البحيرات المره الصغرى 10 كيلو من الكيلو 122 للكيلو 132، وده احنا خلصنا حوالي 21% اجمالي تكعيك 13 مليون متر مكعب. والجزء الثاني 30 كيلو من الكيلو 132 للكيلو 162 ترقيم القناه خلصنا حوالي 5 مليون متر مكعب وبنسبه الجاز حوالي 28%. والحمد لله برضه احنا التكسيات خلصت بنسبه 52%، واحواض الترصيب اللي احنا بنحط فيها نواتج التكرير خلصت بحوالي 80%. فالمشروع ماشي الحمد لله تبقى المخطط. الاهم حاجه ان احنا ماشيين تبقى المخطط ونخلص في معدل باذن الله كما امر سياده الرئيس على التحسيس ان شاء الله باذن الله. طيب نطمن يا فندم على اسطول الكركات المشارك في هذه العمليه. احنا الحمد لله دلوقتي يعني طبعا احنا كل فتره بنزود كراكه تبقى للمخطط اللي احنا عاملينه. يعني دلوقتي المشروع في ثلاث كراكات دلوقتي في الجزء اللي هو التوسعه. في كراكه مهاب نبيش وكراكه حسين طنطاوي وكراكه الصديق، وفي كراكه رابعه هتخش ان شاء الله على اول الشهر الجاي. وفي مشروع الازدواج في كراكتين الحمراء والمرفق، وفي كراكه جديده اللي هي الصدر هتخش ضمت لسه يعني في ثلاثه برضه. يعني هنا في ثلاثه وهنا في ثلاثه. وفي كراكه كاثيوبيا دي موجوده دلوقتي في البحيرات المره الكبرى وهتبدا في اول الشهر الجاي برضه تخش في منطقه البحيرات الكبرى. يعني هيبقى عندنا اربع كراكات هنا، يعني ثمان كراكات. يعني في كراكات جديده كمان بيتم اضافتها يا فندم لانجاز العمل. يعني كل ما احنا عاملين المخطط بتاعنا يعني لغايه دلوقتي مثلا كان ثلاث كراكات، الشهر الجاي هيزيدوا كراكات كمان يوم المعدل يزيد لغايه لما يخلص المخطط بتاعنا اللي احنا عاملينه. لكن هنثبت احنا تقريبا عند ثمان كراكات، اربعه في الازدواج واربعه في التوسعه. طيب يا فندم يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم انه هذا المشروع من دوره ان هو يحسن حركه الملاحه وايضا يزود الطاقه الاستيعابيه للقناه. احنا اتكلمنا كتير جدا في النقطه دي يا فندم وحضرتك ما تؤكد على اهميه هذا المشروع او تحديدا المشروعين دول ان كان ازدواج قناه او حتى الترقيم. عايز اعرف من حضرتك وناكد تاني يا فندم للساده المشاهدين اهميه هذه المشروعات وازاي هتقدر انها تحقق الاهداف دي ان كان تحسين حركه الملاحه او زياده الطاقه الاستيعابيه. شوفي يا استاذ جمال احنا الحمد لله المشروع ده فعلا مشروع كبير وعملاق، يمكن تسليط الضوء مش كبير قوي عليه، لكن لما ننهي ان شاء الله يبقى تسليط الضوء عليه اكبر. لكن هو طبعا المنطقه اللي هي جزء ال 40 كيلو دول احنا بنقول جزء ال 40 كيلو دول اللي هم في الجنوب من كيلو 122 لكيلو 162 دول اصعب جزء تقريبا موجود في قناه السويس بالنسبه للملاحه فيه، لان هو جزء ده فيه ضيق جدا وفي انحناءات كثيره قوي. الحته اللي احنا بنعمله دلوقتي اولا عمليه التوسيع ل 40 متر جهه الشرق والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم ده هيحسن حركه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%. يعني ايه بنسبه 28%؟ يعني الاباطين اللي بيسوقوا المراكب في الجزء دوت هيشعروا ان عمليه الانحناءات الكبيره قوي الحاده اللي كانت موجوده في الجزء ده قلت شويه نتيجه اللي احنا عملناه ده بنسبه 28%. تاثير التيار والريح الكبير قوي اللي جاي من الجنوب بيأثر على دفه المركب ويبقى في صعوبه جدا كبيره على السيطره على دفه المركب برضه هيشعروا بهذا التحسن. اما بالنسبه للبحيرات المره الصغرى فال 10 كيلو اللي احنا بنعملهم دول هيسمحوا لنا ان احنا نزود عدد السفن الموجوده داخل القناه في وقت واحد 6 سفن، وده مهم لان عدد السفن دلوقتي بيزيد بنسبه كبيره قوي، وبالتالي عندنا احتياج ان احنا نسمح لعدد سفن اكثر الموجود في قناه السويس عشان ما نعطلش الملاحه اللي هي ال 11 ساعه اللي بيعبروا فيها، نزيد عن كده او نعمل عمليات انتظار لمدد طويله وده مش محتاجينه. يعني هقول لحضرتك النهارده مثلا بالمناسبه يعني النهارده في 76 سفينه بيعبروا القناه بحموله صافيه 4 مليون و7 من 10 4 مليون طن و7 من 10 طن في النهارده بس. فاعداد السفن فعلا بيزيد وبالتالي بقينا محتاجين ان احنا نزود عدد السفن في المجرى الملاحه.
عظيم. ايفر جيفن بتجنح مره اخرى في خليج تشيسابيك الامريكي، هل تابعتوا هذا الامر وهل الهيئه عرضت المساعده من واقع خبرتنا بقى في تعويم هذه السفينه؟ طبعا ايفر فيرود دي مركب من المجموعه بتاعت ايفر جرين. طبعا ايفر جيفن كانت شحنه، هي طلعت الحمد لله خلاص، بس قعدت حوالي 36 يوم شهر واسبوع تقريبا، واستخدموا على فكره كل اللي احنا استخدمناه، بس قعد اتاخروا شويه يعني استخدموا كركات واستخدموا الحفارات، يعني كانوا يعني هم استخدموا الحاجات دي كلها، مع ان المركب اللي كانت موجود دي حمولتها كانت اقل من ايفر جيفن، وكمان التربه بتاعتها اسهل بكتير قوي من ان احنا كنا تربه صخريه، هم كانت تربه طينيه، لكن هم خدوا 36 يوم. الحمد لله احنا خدنا 6 ايام بفضل المصريين والمجهود اللي اتبذل. احنا عرضنا فعلا ان احنا نساعد زي ما هم كانوا عرضوا برضه علينا ان هم يساعدونا، برضه احنا عرضنا بمنطلق خبره لينا يعني ان احنا ممكن نساعد معاهم في هذا المشروع. لكن الحمد لله هم خرجوها الحمد لله وتمام دلوقتي. الحمد لله يا فندم. طيب سياده الفريق، يعني يمكن من شهور قليله قناه السويس كانت بتحتفل بعبور عدد غير مسبوق ورقم تحقيق رقم جديد من عبور السفن في القناه، خلينا يعني استغل وجود حضرتك معانا وطمنا على حركه الملاحه في قناه السويس. والله الحركه الحمد لله كويسه، يمكن احنا كنا قلقانين ان الحرب الاوكرانيه الروسيه تاثر يعني على الملاحه، لكن احنا شايفين ان كل اللي اتاثر في البحر الاسود او السفن اللي جت في البحر الاسود كان ليها مقابل جاي من الجنوب عشان يعوض الغاز والبترول اللي كان بيطلع من روسيا واوكرانيا لدول اوروبا، باصبح بيجي من الجنوب، وبالتالي احنا يمكن كان العدد كمان اكبر. يعني انا هقول لحضرتك من يناير مثلا لغايه نص ابريل، من يناير لغايه نص ابريل في 6008 سفينه معديين في الفتره دي بس، ثلاث اشهر و10 ايام دول، بزياده حوالي 11% عن السنه اللي فاتت، والعائد بالدولار كان مليار و900 مليون دولار، بزياده حوالي 16% عن السنه اللي فاتت. فالحمد لله طمنكم ان حركه الملاحه بتسير بخطى كويسه، عدد السفن بيزيد والعائد بالدولار الحمد لله في زياده، نتمنى انه يزيد اكثر من كده باذن الله. طبعا يعني دي اخبار تطمننا بشكل كبير، وهذه النسب اللي حضرتك ذكرتها يا فندم هي نسب مش بسيطه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، نشكرك جزيل الشكر يا فندم.